مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج على أقوام، جمع من الناس. أريدكم أن تتخيلوا هذا المنظر، لهم أظفار من نحاس، وتخيل الظفر إذا صار نحاسا. قال يخمشون وجوههم، طبعا الدم يسيل، وصدورهم. تخيل إنسان أظفار نحاس يخمش وجهه وصدره والدم يسيل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، بل سأل أصحابه عن الغيبة، قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. تتكلم على إنسان شيء ما يحب تقوله، يا أخي تشعلك منه؟ زوجته ولا عياله ولا لبسه ولا شكله ولا كلامه ولا تشعلك منه؟ رجل فعل فعلا، اتركه لحاله. بعض الناس مثل ما قال ابن القيم عنهم: تجده متورعا عن الفواحش كلها، حتى السنن يفعلها، ما شاء الله عليه، لا صغيرة ولا كبيرة إلا متورع عنها. قال: ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي. ما يلفظ من قول، لو نص كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحسن البصري يوم من الأيام سمع أن قوما اغتابوه، تكلموا عليه، فأراد أن يعظهم. تدرون ايش سوى؟ أخذ سلة من رطب فأرسلها هدية إليهم، ناس يغتابونه، يرسل إليهم هدية. قال: علمت أنكم أعطيتموني من حسناتكم. أنت لما تغتاب إنسان، والله لو فاجر، والله لو إنسان رايح فيها، تتكلم عليه، تعطيه صلاتك، صلاة الفجر تعطيه إياه، تعطيه قيام الليل، تعطيه صيام النهار، تعطيه قرآنك الذي تقرأه، تعطيه صدقاتك التي تتصدق بها، كلها تعطيها إياه. حرام، تتعب وتنصب وتصلي وتصوم وتوزع حسناتك على البشر. قال: تعطونا من حسناتكم ولم نجد أفضل من هذه الهدية نعطيكم إياها. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا لو كنت في مجلس وفي غيبة وفي إنسان يتكلم على إنسان مو حاضر بما يكره، أقول يا فلان جزاك الله خير، اسكت، لا تتكلم عليه، اتق الله في نفسك وأمسك عليك لسانك، قل خيرا أو اصمت. لو أصر، لو أراد أن يقولها مرة ومرتين، رد عن عرض أخيك. تعرف شنو أجرك؟ من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، يوكل الله لك ملكا يوم القيامة يحفظك من جهنم. هذا لو كنت حريصا على نفسك وعلى حسناتك، فإن ذكرته ونصحته وذببت عن عرض أخيك فلم يرتدع، سلام عليكم، وقم من هذا المجلس. إياك أن تجلس في مجلس يغتاب أحد أحدا، بل والله هناك مجالس مغيبة، سب لله ولرسوله، كلام فاحش بذيء، كلام قذر. لو جلست في هذا المجلس أنت والمتكلم سواء. إن الله جامع المنافقين والكافرين اللي سبوا في جهنم جميعا. لو سب دين الله أو سب أحد رسل الله، أخي الحبيب، لسانك، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. انظر إلى المنافقين، استغلوا الفرصة وقذفوا عائشة رضي الله عنها بالإفك المبين. تكلموا على من؟ على عائشة، على الطاهرة، على الصديقة، على زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
تكلموا عليها، فأنزل الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. تظن الكلام عادي؟ تظن الكلام سهل؟ بعض الناس بيطلق زوجته يتهمها بفرية وينشرها بالآثار. بعض الناس بس كذي عنده عادة أن يتهم أعراض المسلمين بالفواحش بالآثام بالكبائر، على باله عادي. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة قد تزل بها في جهنم، كلمة دمرت أسرة، كلمة أثارت حربا بين قبيلتين، كلمة أردت إنسان إلى جهنم وبئس المصير، كلمة تسببت باللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا. دير بالك، اللسان مصيبة. إن الرجل يتكلم بالكلمة، قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة التي يقولها الإنسان: إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كعب بن مالك، كعب بن مالك أحد الصحابة الذين تخلفوا عن تبوك، لكنه قال الصدق، ما قال إلا الصدق، ولهذا نجاه الله جل وعلا. قال: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما الذي نجى كعب بن مالك؟ صدقه، لأنه صدق مع الله عز وجل نجاه الله وتاب الله عليه، حتى قال بعد قصة كعب: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إياك، إياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكذب عند الله، يكتب عند الله كذابا. لا ترمي الناس، لا ترمي الناس بالتهم. إياك تتبع العورات وإلقاء التهم على البشر. والله كم من امرأة تبكي دما لأن أحد الناس أو إحدى الصديقات أو إحدى الفاجرات تكلمت عليها ونشرت كذبتها في كل مكان. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. جاء لعمر بن عبد العزيز رجل يتكلم على إنسان، قال له: إن كنت كاذبا فقد صدق الله فيك إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت صادقا فأنت الهماز المشاء بنميم. لأن بعض الناس نمام، تدري شنو نمام؟ يتكلم على فلان وعلى فلان علشان يفرق بين الناس. هذا الجنة عليه حرام. هماز مشاء بنميم. تكلم رجل على أحد الصالحين عند رجل عابد، قال: غزوت الروم؟ قال: لا. قال: غزوت السند والهند؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الروم والسند والهند وما سلم منك المسلمون. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وفخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. لسانك احذره يا عبد الله. قصص الحياة كثيرة ومشاهد للناظر، منها سأهدي حكمة فيها منافع قد تعيد